شك أن الشعب لا يثق ابتداء ولا انتهاء لحوار تجريه السلطة، ونحن في قوى المعارضة نتشارك مع الشعب هذه النظرة الثاقبة بأن النظام لم يعودنا الجدية في أي حوار وفي أي مفاوضات سابقة، فلذلك الشعب ونحن كقوى سياسية نبني على عدم الجدية ما لم يثبت العكس. أنا أعتقد أي حوار ما بين السلطة والمعارضة يجب أن تسبقه تمهيدات، وأول التمهيدات هو إطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين اللي هم سجناء الرأي والمعتقلين، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، ومحاولة وليس محاولة إنما سحب جميع القوى الأمنية والجيش وإلى آخره من الشوارع، وتنظيف الشوارع من هؤلاء المرتزقة.